على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامج رمضان الخير، ومعاكم عمرو الليسي على نجوم اف ام. للتواصل مع البرنامج على رقم 1006. وأفكركم بالبرنامج، برنامج بيقدم خدماته لجميع المستمعين، مستمعي نجوم اف ام. بنحاول نلبي رغباتكم واحتياجاتكم، وربنا يقدرنا ونقدر ندخل الفرحه لقلوبكم ولبيوتكم ان شاء الله باذن الله. احنا دايما كمان بخلاف المكالمات اللي بنتلقاها من حضراتكم عشان خاطر طلباتكم، احنا كمان مستعدين نتلقى كل مبادراتكم الجميله اللي عماله تنطلق من اول رمضان. والحقيقه انا سعيد جدا بالتفاعل الجميل اللي عاملاها هذه المبادرات في مصر مع الشباب والكبار والصغيرين، وسعيد اكتر كمان باراء حضراتكم. وكمان النهارده يسعدني جدا يكون معايا واحد انا بعتبره الحقيقه من افضل فنان جيله، هو فنان متميز جدا جدا في مجاله، ونجح باقتدار في فتره بسيطه، وقدر يوجد لنفسه مكانه كبيره جدا الحقيقه في مجال العمل الموسيقي والغنائي في مصر. هو شاب موهوب على المستوى الانساني، هو انسان خير جدا وعامل كم خير يا جماعة عظيم جدا، أنا سعيد بيه جدا، وعلى المستوى الفني عامل إبداعات جميلة جدا. معايا النهاردة المطرب المتميز والملحن المتميز والمنتج المتميز هشام جمال. ربنا يخليك هشام، نورتني يا حبيبي. ربنا يخليك، متشكر قوي. انا والله العظيم مبسوط جدا ان انا معاك، وربنا يكرمكم كده يا رب، كل سنه وكل ناس طيبه، وربنا يكرمكم باذن الله على البرنامج. انا يعني وصلني الفيدباك والله من اول حلقه من المكالمه بتاعه الطرف الصناعي، الموضوع انتشر على السوشيال ميديا وكل الناس كانت بتتكلم، فربنا يكرمكم ان شاء الله. والله انت اللي جميل يا هشام، وانا كمان هي فرصه. طبعا حضراتكم عارفين ان تتر المقدمه بتاع البرنامج عامله ومغنيه بصوته الجميل المؤثر، اللي انا عايز اقول لكم ان هو كان من اجمل الاصوات المؤثره. احنا واحنا في الاستوديو هنا بنتاثر جدا، وكنت لسه بحكي له بنخش في حاله شجن جميله، لان صوته صوت حنين، يعني صوت جميل فيه طيبه وفيه رقه. فبرحب بيك مره ثانيه. خلينا نبدا ناخد مكالمات التليفونية. اولا التسجيلات اللي حضراتكم بتكلمونا وبتسجلوا فيها رغباتكم، نشوف النهارده الكمبيوتر هيختار اول مكالمه لمين. انا اسمي احمد علي الامين، 40 سنه، متجوز ومعايا طفلين. حضرتك انا معايا كشك، واخد كشك من البلد ومش عارف اشغله، وكنت عايز بضاعه. زي ما سمعنا الاستاذ احمد علي الامين، طب احنا عندنا رقم تليفون ويا ريت نتواصل معاه. الو الو، صباح الخير. صباح النور يا فندم. اقدر اكلم الاستاذ احمد علي الامين؟ حاضر يا فندم. مين معايا؟ انا عمرو الليسي. ازيك يا استاذ عمرو؟ كل سنه طيب. وحضرتك يا فندم الف خير. حضرتك مين يا فندم؟ المدام. اهلا يا مدام، اهلا بيكي. طب اكلم الاستاذ احمد بعد اذن حضرتك لو سمحتي. ماشي، اتفضل. احمد، الو، صباح الخير. صباح النور يا استاذ احمد. انا عمرو الليسي، زي حضرتك، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. حضرتك اسعد واحد، انا سمعت صوتك والله. ربنا يخليك، يعني انا اسعد. انا حضرتك كنت كلمتنا وسجلت مكالمه، حصل يا فندم، في برنامج رمضان الخير على نجوم اف ام. ما كنتش متوقع ان حد يرد عليا، ما كنتش متخيل ان حد يسمعني يعني. لا ازاي، احنا بنسمعك. وحظي حلو ان استاذ عمرو رد عليا، يعني دي حاجه كبيره يعني. لا انا ليا الشرف والله، انا ليا الشرف. من الناس المحترمه اللي في البلد ومن الاعلاميين اللي احنا كلنا بنحبهم والله يا استاذ عمرو. الله يخليك، انا شاكر جدا لحضرتك. انا عايز اعرف منك يعني ايه طلب حضرتك وانا تحت امرك. حضرتك انا عندي 40 سنه، متجوز ومعايا طفلين. وكان عندي التهاب مزمن في الكبد، بتعالج منه بقالي سنه. عشان نتيجه المرض ده ما بشتغلش. كنت شغال في قهوه، وكل ما بشتغل في مكان بسيبه عشان خاطر مجهوده قليل. ايوه. فقدمت في المحافظه على كشك، خدت الكشك بس مش عارف اشغله، ما معيش فلوس اجيب بضاعه. الكشك بقاله معايا سنه وما مقفول، مش عارف اشغله. وايه المطلوب؟ عايز حاجه اسمها كامب يعني اجيب بضاعه. قول لي انت عندك عندك اولاد قد ايه؟ عندي علي عنده سنتين ما شاء الله، وعندي ترتيل عندها 4 سنين ونص. ما عندكش اي تامين اجتماعي او تامين صحي او معاش؟ لا لا. وبتدفع ايجار كام للشقه؟ بدفع ايجار الشقه 550 جنيه. طب وانت عايش ازاي دلوقتي؟
والله طيب الحمد لله. عموما استاذ احمد يعني احنا اقل حاجه نقدمها لحضرتك ان احنا يعني نعمل لك المحل البقاله اللي حضرتك عايزه ومن خلال مؤسسه واحد من الناس معك. الله يخليك واحد من الناس المؤسسه ان شاء الله تتبرع بتكاليف البقاله وهنكلمك على طول ان شاء الله باذن الله يعني خلال دقائق حد من زملائي من فريق الاعداد هيكلموك علشان يرتبوا معاك توصيل البضاعه للمحل وان شاء الله كده. انت منين حضرتك قلت لي؟ سويس يا فندم. الله ده السويس انا سويسي خلي بالك انا بحب السويس قوي يعني فتحياتي احنا والله كلنا بنحبك والله حبيبي ربنا يخليك فتحياتي ليك والشعب السويس كله يعني وان شاء الله بقى لما انزل السويس اعدي عليك بقى ان شاء الله باذن الله. انت تنورني والله عجبك حاجه اتفضل بغض النظر الموضوع ده تم ولا مش تم وانا مش عشان خاطر هتقف جنبي والله العظيم كلنا بنحبك والله كلنا بنحبك ربنا يخليك متشكر جدا وانا يعني لا ان شاء الله هيتم وهيكلموك على طول وكمان احنا هنسجل معاك ان شاء الله كمان بعد ما تجيلك البقاله عشان خاطر تطمن عليك وعلى نفسك واخبارك ان شاء الله. ربنا يخليك سلم على كل اللي عندك وعلى كل اهل السويس كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وانت طيب يا استاذ عمر الله اكبر في رعايه الله مع الف سلامه. يعني زي ما سمعنا حالة اجتماعية لإنسان عاوز يشتغل مريض ومحتاج انه يشتغل بيعول أسرة وما عندوش دخل. أنا بشوف ان المشروعات اللي زي دي المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر هي دي الأمل الحقيقي لكل إنسان سواء كان مريض أو طبيعي لأن هي الحقيقة فكرة ان الواحد يعمل مشروع بتاعه ويشعر ان هو بيديره بس يكون متعلم الإدارة صح اتصور ان دي تجربه مهمه جدا. هشام جمال المطرب الجميل والملحن الجميل والمنتج الرائع اللي بيمتعنا باعمال جميله في رمضان هو النهارده وانا عايز اشكرك على تتر برنامج رمضان الخير بس اسالك الفكره بتاعت التتر جات لك ازاي والكلمات الجميله دي والاعداد هو مبدئيا عشان وانت ما بتغنيش كتير ليه كمان طيب هو مبدئيا انا عايز الاول كمان اشكر امير تعيمه الشاعر امير تعيمه والموزع مادي لانه هم اللي عملوا وانا بشكرهم جدا جدا طبعا شاعرنا الكبير امير تعيمه طبعا واحب اقول ان هم كمان عملوه متبرعين يعني هم لما عرفوا وانت متبرع بجد لا يعني سيبك والله العظيم مني بس عشان هم بجد اول لما عرفوا ان دي حاجه برده خيريه وان حضرتك اللي بتعمل برنامج على طول اول ما قلت لهم فالاثنين انا بشكرهم جدا والله يعني من هنا بقول لهم ارجوكم يعني متشكر جدا باسمي وباسم كل المستمعين مستمعينكم فبس فقلت اشكرهم لانه كمان هم اللي بيعملوا معايا السنه اللي فاتت كانوا عاملين معايا رسم قلب الدكتور مجدي يعقوب برضه كانوا متبرعين والسنه دي كمان نفس الحاجه فهم برضه يعني ليهم بصراحه حق ان الواحد يقول لهم يعني شكرا انه اي حاجه بتبقى فيها خير او كده ما بيتاخروش ابدا امير تعيم ومادي فده بالنسبه لده. الاغنيه اللحن ده كان عندي صراحة من فترة ولحن أنا بحبه قوي قوي بس في حاجات ببقى شايلها كده لحد ما يعني لقيلها حاجة مناسبة فلما حضرتك كلمتني قعدت أفكر إيه اللي ممكن يتعمل فجات لي فكرة إنه اللحن ده كان مكتوب كان عليه كلام بس ما كانش لايق قوي على الموضوع فكلمت أمير قلت له في فاكر اللحن ده كذا 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 بعته له قلت له عايزين نكتب عليه حاجة بالشكل اللي كنت أنا وحضرتك اتكلمنا فيه في التليفون فأمير كتبه على طول من أول درافت يعني ما عدلناش فيه خالص أول ما كتبه بعته لي طلع الحمد لله هو التتر على طول زي ما احنا غنينا طلع تتر جميل وبديع وأنا بشكرك عليه بس أنا عايز أعرف حكايتك إيه مع الخير. أنت ما شاء الله السنة اللي فاتت يعني زي ما أنت بتنتج مسلسلات جميلة ومعاك النجمة دنيا سمير غانم طبعا ومتألقين أنتوا الاثنين مع بعد وقالكم ثلاث سنين دلوقتي لهفة ونيلي وشريان ولا لاند السنة دي ما شاء الله انت واضح ان بقى بينكم توأمة في العمل المشترك ده بيفكرني زمان بالمنتجين الكبار لما يكون منتج ومعاه نجمة وبيشتغل معاها بشكل مستمر يعني. لكن انت حكايتك ايه مع الخير؟ السنة فاتت عملت مؤسسة مجدي يعقوب ارسم قلب كان لحن بديع وكان من ألحانك وكان مكسر الدنيا وانت كمان غنيت فيه مظبوط والسنه دي انت عامل كامبين كبير لكذا مؤسسه هو عامل مين السنه دي انا عامل الكامبين بتاعت بيت الزكاة وبرضه عامل دكتور مجدي يعقوب وان شاء الله في كمان يعني واحده بس بشوف لو هلحق اعملها ولا لا يعني ربنا يكرم باذن الله انا يعني معرفش مفيش سبب معين بيخليني اعمل حاجات الخيريه غير ان انا بحس احسن يعني انا طول الوقت بحس انه البني ادم لما بيعمل حاجه كويسه في الحياه بيبقى ال 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 التارجت ان هو يحس احسن ويحس ان هو مبسوط يعني كل ما بعمل حاجة فيها حاجة تخص الخير انا شخصيا بحس ان انا مبسوط فانا بقول لهم دايما انا بحس ان انا بعمل كده عشاني مش عشان حد يعني شوية بحس ان الموضوع فيه هدف شخصي ان انت ترتاح وان انت تحس احسن اي حد بيشوف موقف ممكن يقدر يساعد فيه او ممكن يعمل فيه حاجة
اول ما بيتصرف اول ما بياخد اكشن ناحيه الموقف ده هو اللي بيحس ان هو مبسوط اكتر من ان هو ساعد. هو في حاجه ربنا بيخليك تحس بحاجه تهدى كده وتلاقي نفسك مبسوط من نفسك. فيمكن دي ده 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 الحاجه اللي طول الوقت بتحركك. دي التجاره الجميله، التجاره مع الله سبحانه وتعالى. فانت اخترت تجاره رابحه زي ما بيقولوا يعني. والواحد يعني بيشتغل الحمد لله وربنا بيرزقه في ناحيه، فليه ما نحاولش نحاول نرد يعني اللي ربنا بيديهولك من الناحيه التجاريه زي ما حضرتك بتقول انه تحاول ترد شويه للناس اللي ممكن تساعدهم. نسيت كمان اقول لك كل سنه وانت طيب، النهارده عيد ميلادك انا عرفت. أيوة مظبوط. ربنا يخليك يعني بحضرتك طيب. كل سنه طيب. مش هقول لك عندك كام سنه بس يعني كل سنه طيب بحضرتك طيب وعيد ميلاد سعيد. ربنا يخليك. ويعني جميل ان الواحد يشعر ان هو بيعمل حاجه مفيده للمجتمع. اكيد 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 اكيد. انت يعني عندك رساله للشباب عايز تقولها النهارده اكيد، او عندك مبادره عايز هو تقولها. هو مش فكره الشباب، هي زي ما بقول لحضرتك انا طول الوقت بحس انه لما بتعمل حاجه كويسه انت نفسك بترتاح. فاي اكيد اكيد ده مش احساس شخصي، اكيد اي حد قاعد معانا في الاستوديو، اي حد بيسمع، اي حد موجود في الحياه، مصري عربي اجنبي اي جنسيه، دي حاجه بتحسسه احسن. اللي انا يمكن اتفاجئت بيه السنه دي وانا شغال على الكامبين بتاعه بيت الزكاه هو انه في عالم تاني ممكن حضرتك تكون عارف انه موجود عشان انت حضرتك بقالك سنين بتشتغل في 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 مجال في مجال الخير وانك تنزل تساعد الناس على الارض وكذا، بس انا اكتشفت انه في عالم تاني محدش فينا عارف عنه. يعني ده اللي ممكن اقول انه ممكن ما يكونش حد في الاستوديو عارف عنه، ممكن ناس كتير قوي من اللي بتسمع ما تكونش عارف عنه. انا اتفاجئت واحنا بنشتغل السنه دي انه في حاجات فوق الخيال. انا كنت فاكر اني عارف انه في فقر وان في ظروف صعبه وكل ده، بس لما نزلنا لفينا احنا لفينا على افقر قرى في مصر، رحنا كل المحافظات، كل قريه، افقر قريه في محافظه بني سويف، افقر قريه في محافظه الفيوم وهكذا، واتفاجئت ان الموضوع مش زي ما احنا متخيلين. في 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 قرى ما فيهاش كامله، قرى كامله ما فيهاش ميه ولا كهرباء ولا اسقف ولا بيوت طوب ولا 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 فيها اي نوع حاجات من 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 من, من البيسكس بتاعه الحياه الادميه. فانا واحنا بنصور فيه في اماكن دخلتها ما بقتش عارف اتكلم، مش عارفين نقول للناس ايه، لانه الوضع مش انك تعرف تقول ان شاء الله هنساعد، لا ده هو مفيش حاجه اصلا، يعني مفيش حاجه فتقول اه والله هنظبط الكهرباء، هو مفيش اصلا بيت، مفيش حاجه خالص في المكان كله. فيمكن اللي انا لو في مبادره او انت متاثر جدا على فكره، يعني انت بتفكرني بنفسي لما بدات واحد من الناس من 10 سنين كنت زيك كده بالظبط. لان انا اتخضيت والله يعني العظيم والله العظيم مش كلام، انا بجد ما كنتش اعرف ان في كده، ومتاكد انه ما فيش حد عارف انه في كده. لما كنت بكلم حد من سيلبرتيز مثلا او الناس الفنانين عشان يجوا يطلعوا في حاجه كنت بقول لهم يا جماعه انتوا هتيجوا تشوفوا حاجه انتوا مش فاهمين، لان هم فاكرين اني بكلمهم على حاجة زي الإعلانات اللي بتعمل كل سنة أو 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 أو, أو الحاجات الطبيعية اللي بتعمل في التلفزيون أو ديكور وهتصوره، لا ده أنت رايح طبيعي، أنت بتصور في اللوكيشن الحقيقي وهتشوف حاجة حقيقية أنت مش متخيل إنها موجودة. يمكن عشان كده في شوية حاجات من الإعلانات اللي عملناها صادمة للناس ويمكن كانت مفاجأة لدرجة إنه ردود الأفعال بقت غريبة من كتر ما الموضوع مش منطقي ومش مش مش حقيقي. أنا شفت إعلانات شبه كده لأفريقيا بس ما كنتش عارف ان في كده في بلدي، يعني ما كنتش عارف ان في كده في مصر. فلو بقول مبادره من البرنامج او 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 حاجه نشتغل عليها كلنا، هي فكره انه نبدا بالبرايورتي بالاولويه، ان احنا ناخد الاسوأ دول، الافقر، القرى الافقر في 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 في, في كل في كل في كل محافظه، ونبدا بس بدول، لانه دول ما عندهمش حاجه. انا بقيت لما بروح قريه تانية، يعني انا مثلا في جزيره العرب في بني سويف، القرية ما فيهاش حاجة خالص، فلما بقيت بروح قرية تانية فيها مية أو فيها كهرباء بحس إن دول عندهم رفاهية. فبقيت طول الوقت عندي إن إحنا عايزين نبدأ بقى باللي ما فيش حاجة خالص دول، لأن دول حالتهم صعبة جدا. وفي ناس هناك بتقول لك كلام، يعني قابلت شباب بقى في سني، سيبك إنه في ولاد صغيرين لسه عندهم مستقبل وفي وبيشربوا مية بتجيب لهم أمراض وعندهم أعمارهم، يعني مثلا من ضمن الحاجات الصادمة الناس متوسط أعمارها في بعض القرى ما بين 40 و45 سنة، ده الكلام اللي اتقال لي. بسألهم ليه؟ قالوا لي عشان المياه الوحشة والظروف بتاعت الحياة بتخلي بيجيلهم أمراض بتخليهم بيموتوا بدري لأن جسمهم مش متعود. فكنت بلاقي شباب عندهم 30 سنة ما بيقولوا لي طب شوف الحالة دي ده ما بيشتغلش، بنروح نشوفه فلاقيه شاب جسمه أكبر من جسمي بس مرمي في السرير. فبقول له مالك؟ بيبقى عندي حصوات في الكلى وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا بسبب أن هو بيشرب مياه مش كويسة ومفيش صحة، وحدات صحية مفيش. فابتديت اقول لهم يا جماعه هم دول الاول اللي لازم نكلمهم مثلا. طب خلينا نطلع لفصل وبعد الفصل نفكر بقى احنا
دي مبادرة هايلة جدا، وانا معاك فيها على فكرة، وهنتبناها في رمضان الخير ان شاء الله. ودي مبادرتك ودي مبادرة جميلة جدا. احنا عايزين نفكر بقى بعد الفاصل تحط لي اليات للشباب وللناس يعني اللي هم مش عارفين ان عندنا قرى زي كده، اذا كانت المؤسسات اللي انت شغلت معاها هتعمل مشروعات، وانا بلغ انهم هيعملوا مشروعات خيريه جميله جدا. انا كمان بتصور هم عليهم دور، فخلي فكر لي كده بعد الفاصل هنعمل ايه بقى ويعملوا ايه. نطلع لفاصل ونرجع تاني مع رمضان الخير، ومعكم عمرو الليسي للتواصل مع البرنامج على رقم 1006. بإذن الله إن شاء الله. ومشرفني ومنورني النهاردة في الاستوديو النجم الجميل المتميز الفنان المبدع الملحن والمطرب والمنتج وكمان أخيرا المخرج هشام جمال اللي عمل لنا تتر الجميل بتاع هذا البرنامج. أنا بكرر ترحب بك يا هشام. ربنا يخليك يا دكتور. كنا بنتكلم يمكن قبل الفاصل على المبادرة اللي انت قلتها، إن احنا ننزل نروح القرى الفقيرة أو الأكثر فقرا ونساعد الناس اللي هناك، يعني نمشي جنب إلى جنب مع المؤسسات ومع الدولة. مظبوط. اشرح لي بقى الاليات ايه، ولا ناخد مكالمه تليفون نسمع مكالمه تليفون من المواطنين اللي اتكلموا وبعدين نكمل كده نسمع مكالمه. اسمي كريمه ابراهيم، وبنتي ندى دي مكتوب كتابه، وعايزه بس اجهز فيها نوك صوفيه، وربنا يخلي دكتور عمرو لسه اللي بيعمل العمل خير كتير، فارجع لنفسي تعالوا عيله يا زي ما سمعنا يمكن المكالمة من الست كريمة، رقم تليفونها موجود عندنا هنتواصل معها دلوقتي حالا. ألو ألو صباح الخير. صباح الفل. أقدر أكلم أستاذة كريمة؟ أنا كريمة، من معايا؟ أنا عمرو الليسي من نجوم FM برنامج رمضان الخير. أستاذ عمرو اللي كنت بتتابع حضرتك في التلفزيون؟ اللي كنت بطلع في التلفزيون يا فندم. مظبوط. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ليه؟ الحمد لله. حضرتك كنت كلمتيني في البرنامج يا فندم وسجلتي رساله؟ كنت تحت امر، كان ايه طلباتك تحت امر؟ انا معايا بنتي مكتوب كتابه ومش عارفه اجهزها ازاي. طيب وانا لسه حاجات كتيره قوي، فانا بشتغل على قد ما بقدر، شويه مخلل شويه صابون سايق كده اهوت. ولما عايزه ما فيش حد، ابوها متوفي. ابوها موجود ولا متوفي؟ لا متوفي. من كم سنة؟ بقاله 15 سنة. وهي عندها كم سنة بنتك؟ 20. كم؟ 20 سنة. وحضرتك عندك كم سنة؟ 40. كم يا فندم؟ 40 سنة. ربنا يديك الصحة. طيب وحضرتك منين يا مدام كريمة؟ من الزقازيق. طيب انت عندك اي تأمين صحي او اي تأمين اجتماعي؟ لا. طب انت بتصرفي منين؟ باخد 10 من الزقون. بتاخدي كام؟ تضامن. باخد 360. وعايشه في شقه ايجار ولا تمليك؟ قاعده في ايجار بدفع 200 جنيه. 200 جنيه؟ عليا على وقالنا 10,000 جنيه القور. لا حاضر حاضر. انا هي الاثنين حاضر. يا رب يبارك. حاضر. انت عايزه عايزه جهاز لبنتك؟ هي بنتك مكتوب كتابه؟ عايزه جهاز لبنتي. مكتوب كتابه بس، واسد الدين اللي عليا. طيب حاضر حاضر. احنا هنجهز لك بنتك ان شاء الله، هم دقايق ويكلموك من البرنامج، وحضرتك هنا في القاهره وهيبعتوا لك الجهاز ان شاء الله على البيت باذن الله. وان شاء الله يا ستي ربنا يتمها على خير ان شاء الله، وربنا يا رب يفك كربك ويرفع عنك ان شاء الله باذن الله. والف يا رب يزيدك. الله يخليك يا رب، يبعد عنا كل هذا الحرام يكسر رزقك ويستر طريقك. الله يخليك يا ستي كريم، انا متشكر جدا جدا. رمضان كريم وربنا يكرمك دايما باذن الله ان شاء الله. الله يخليك. انا هجيب لك الجهاز ان شاء الله. ان شاء الله هيكلمك حالا دلوقتي زميلتنا في البرنامج وهتنسق معاكي، هنبعت لك الجهاز ازاي ان شاء الله. انا الاثنين. اطمني اطمني، ما تقلقيش ما تقلقيش. اطمني. في رعايه الله، مع السلامه. مع السلامه. اكيد انت شفت يا هشام حالات كتير زي كده في القرى اللي انت نزلتها. وبعدين انت مخرج، انت كمان انا اخدت بالي انك انت اخرجت الاعلانات. مظبوط. اللي عملها الفنان المتميز عمرو سعد. مظبوط. الفنانه الكبيره دلال عبد العزيز. وغيرهم كمان في حاجات لسه نازله ان شاء الله. اشتغلت انا وناس كتير. انت كمان اخرجت ليه بقى؟ يعني ليه ولا انت انفعالك بالموقف خلاك؟ لا هو انا من اول يعني انا كده كنت عملت السنه اللي فاتت اخرجت ارسم قلب للدكتور مجدي يعقوب، والسنه دي لما قلت زي ما كنا نتكلم ان ان شاء الله يعني عايز اعمل حاجات تانية في نفس التراك يعني او نفس الاتجاه، كنت حابب ان انا اعملهم بعناية انا بوجهة نظري انا زي ما انا يعني بقيت بشوف الحاجة واحنا شغالين.
بس طبعا اشتغل معايا ناس كتير قوي 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 على البروجكت وكلهم تعبوا قوي، لان زي ما حضرتك اكيد برضو عارف زي ما كنا بنتكلم ان الظروف هناك صعبة جدا جدا جدا، وانت غير الصدمة وغير انك مش فاهم وما كنتش تعرف ان الاماكن دي موجودة، بس في ناس كتير قوي اشتغلت. قولي عمرو سعد ودلال عبد العزيز خدوا فلوس عشان خاطر يعمل لا مفيش حد خد فلوس خالص. خليني اقول لحضرتك بقى على حاجة مهمة، مفيش اي حد خد فلوس. واغلب الناس اللي اشتغلت كمان يا اما متبرعين باجرهم يا اما لو في عمال وكده اللي هو اكل عيشهم كانوا بياخدوا اجور اقل من اجورهم. يا سلام. وده حقيقي والله العظيم مش كلام صادق. انا عارف انا عارف ده كله، بس انا الناس تعرف نزلوا كمان. نزلوا في الصحافه كلام كذب ما اقدرش اقول عليه غير انه اكتر من ان هو كذب، ان الاعلان مثلا بتاع الفنان دلال عبد العزيز او الفنان عمرو سعد مكلف 600,000 جنيه، وده كذب برضو لان كل ده كلام مش مظبوط والارقام مش كده خالص. لا مفيش اي حد خد فلوس، مفيش اي حاجه طول الوقت. واحنا بنطلب التبرع من الناس، عشان برضو دي حاجه كنت محتاجين يمكن نوضحها، انه لما بنطلب تبرع من الناس ما بنطلبش للحالة اللي طالعة في التلفزيون، بنطلب اللي شبهها، بنقول انه في زي الحالة دي واحد واثنين وثلاثة وعشرة والف وعشرة تلاف، ويمكن ده البيت الزكاة لما ابتدوا يشتغلوا. اتبسطت قوي 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 مثلا في موضوع المية اللي هي توصيل الحاج عفيف اللي وصلوا لها المية، ان هم ما وصلوا لهاش المية، هم وصلوا 150 بيت كانوا معمولين هناك. والمشكلة في بيت الحاج عفاف انه البيت كمان مبني مخالف على ارض زراعيه، فعشان يعرفوا يوصلوا المياه هناك لازم في ورق رسمي بيطلع من 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 الحكومه عشان يعرفوا يوصلوا المياه، فده كان معطل الموضوع. عالجوا وقننوا الاوضاع بتاعه 150 بيت كلهم جنب في المنطقه بتاعه بيت الحاج عفاف، وكل البيوت دي بداوا في الاجراءات بتاعه ان هم يدخلوها المياه. فكمان دي كانت حاجه يعني عظيمه من 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 بيت الزكاه، ان هم اشتغلوا ما شاء الله على الاريا كلها، غطوا الاريا كلها وابتدوا اوريدي يدخلوا لهم المياه، وهياخدوا وان شاء الله الله هيفضل. وده الناس لازم تفهم ان الفلوس اللي هتيجي الزياده كلها هتتوجه لنفس شكل الحالات دي في اماكن مختلفه، مش للي طلعت في الاعلان بس، الحاله اللي طلعت في الاعلان بس. انا معايا تليفون مهم قوي، يعني قطع تليفون قطع يعني يمكن اوكي، يعني يمكن كنا معانا اتصال تليفوني، حد كان عايز يتكلم برضه في نفس الموضوع، لكن كملي اتفضل. فقصدي انه في الاخر يعني انا مبسوط في الاخر من انه التبرعات الحمد لله حجمها كويس جدا، انه بدا فعليا على الارض يحصل ويتحقق انه حالات يمشوا في الاجراءات بتاعه ان هم يحلوا لهم مشاكلهم. وربنا يكرم باذن الله في بقيه الكوبيز اللي نازله، لانه في حاجات نازله عن تسقيف البيوت وبرضه صادمه، وفي حاجات جايه عن الحالات الصحيه وبرضه صادمه. في واحده من الاعلانات عن ست ملهاش غير بنت واحده اتوفت بسبب ان هي مش لاقيه فلوس توديها للدكتور عشان عندها حصبه. أيوة. فالبنت فضلت حالتها تتدهور لحد ما لمت فلوس ال- 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 الدكتور، وفي الاخر لما عرفت تلم فلوس الدكتور راحت للدكتور قال لها اتاخرتي جدا، ليه جاي متاخر كده؟ قالت له ما كانش معايا فلوس، وقبل ما لميت الفلوس جيت لك. قال لها انت اتاخرتي، البنت دي هتموت. فقصدي انه في حاجات جايه صادمه، عشان بس نبقى واضحين. قصدت طول الوقت واحنا شغالين انه احنا مش بنحاول نعمل موضوع تشيب، ولا بنحاول نتشحتف، ولا بنحاول نستعطف الناس، احنا بنقول لكم الحقيقه اهي زي ما هي الحقيقه اهي. اتحركت اتحرك، اعرف ان في بيت ممكن يكون ما بيخشلوش ميه بسبب 2000 جنيه، لو قادر تدفع انت انك تدخل الفلوس لبيت اهلا وسهلا. لو قادر تدفع نص بيت، لو قادر تدفع ربع ثمن بيت، هو ده في الاخر الهدف. وده اللي بقول لحضرتك. وعايز اقول لك كان في مجموعه شباب في كليه الطب جامعه القاهره كانوا عاملين اسره، كانوا بيروحوا منطقه برضو فيها نفس المشاكل دي، قريه برضو قريبه جدا من القاهره، راحوا سقفوا البيوت وبامكانيات متواضعه جدا. مظبوط. طب انا سؤالي ليك، طب انا دلوقتي واحد شاب او واحد انسان عادي بس ما عندوش القدره الماديه ان هو يروح يدفع فلوس، ممكن يروح يعمل ايه في القرى ديت؟ يعني مطلوب ايه الاليات اللي ممكن نعملها للقادر وغير القادر؟ طيب خليني اقول لحضرتك يا دكتور انه من وجهه نظري هو الموضوع قبل اي حاجه طبعا محتاج انه 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 انه, إنه قدره ماديه. يعني اكذب عليك لو قلت لك انه هنروح نواسي الناس او نبقى لطاف معاهم او كده، ده مش الموضوع خالص. وعشان نبقى تاني زي ما بقول لحضرتك واقعيين، الناس دي محتاجه متابعه ومحتاجه رصد. لو مش قادر تدفع فلوس محتاجين نرصد الحاجات دي بجد، لان احنا في اوقات احنا كنا شغالين وفي معلومات كانت بتجيلنا ساعات ممكن تبقى مش مظبوطه، فكنا لما بنروح بننزل على الارض بنفهم بجد القريه دي فعلا وضعها ايه وعامل ازاي وكذا. فمبدئيا انه يترصد فعلا مظبوط بدقه
ده اللي ممكن يكون الشباب يقدروا يعملوه من غير ما يبقوا بيتكلفوا فلوس، يترصد فعلا القرى دي الحصر بالظبط، عدد الناس اللي ساكنه فيها قد ايه، والبيوت قد ايه، كام منهم بطوب لبن وكام بطوب احمر او بلوكات زي ما بيقولوا، وايه الاكتر حاجه القريه دي محتاجاها، هل الوحده الصحيه هي المؤثره ولا فكره الصرف ولا يعني 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 فكره، بس يبقى في معلومات كافيه. طب هقول لك حاجه لطيفه. فضل. انا هبدا بنفسي معاك. تمام. يعني انا عندي مؤسسه واحد من الناس انا بتشرف ان انا فيها. تمام. وانت عندك فانز، بحيي كل الفانز بتوعك اللي سامعيننا دلوقتي واللي بيكلمونا على التليفونات، وانا كمان بقول لهم متشكر قوي على عشان هم بعتوا لي كتير قوي قوي عشان عيد ميلادي بره الموضوع، بس بقول لهم متشكر جدا جدا بما ان انا مع حضرتك يعني. فاحنا عايزين بقى نستغلهم وحبهم ليك ان احنا ينزلوا معانا في واحد من الناس ان شاء الله، هم يعملوا لنا حصر بالاماكن والحالات، واحنا نمول او نشارك في تمويل او تسقيف او اعاده بناء او توصيل، واحنا كان لنا خبره كبيره في توصيل حنفيات المياه لسنين طويله في واحد من الناس المؤسسه. يا ريت يا ريت ان شاء الله. ولو ده اتعمل كمان بالتعاون مع بيت الزكاة، لان هم يعني لو ما بين مؤسسه واحد الناس وبيت الزكاة ده متهيالي ده هيساعد كتير، لان انا كمان بقول لحضرتك اتفاجئت من ان هم ما شاء الله ابتدوا يشتغلوا فورا على الحاجات وابتدى كل حاجه تتحقق. صفوه النحاس فعلا اكيد او قال لي بشكره جدا، والنهارده يمكن كل الجرايد كاتبه انه على 150 بيت اللي بقول لحضرتك عليهم اللي اتقنن وضعهم، انا النهارده خلاص صحيت مش عايز اي حاجه تانية خلاص، بالنسبه لي جزء كبير من الـ من الـ من المهمه في المنطقه دي خلص. الحمد لله. فبما انه بداوا في الاجراءات فربنا يكرم ان شاء الله. يلا بينا يعني. انا ما عنديش اي حاجه اعملها غير ان انا اعمل ده، لو ده اولويتي الاولى. انا سعيد بجد والله، انا سعيد بيك يعني، مش عايز اقول لك انا فخور بيك قد ايه يعني. انت نموذج رائع للشاب المصري الجميل اللي ربنا اداله موهبه وداله حب عمل الخير، فلما الاثنين يكونوا مع بعض يا سلام بيبقى حاجه جميله جدا. ربنا يوفقك دايما. وانا بشكرك. احنا لسه مكملين مع بعض، نطلع لفاصل. التواصل مع البرنامج على رقم 1006 على نجوم اف ام، برنامج رمضان الخير، ومعاكم عمرو الليث. اهلا بحضراتكم من جديد في رمضان الخير على نجوم اف ام، ومعاكم عمرو الليثي. والحقيقه في رسائل اس ام اس كتيره هقرا بعضها. انا اسمي عادل وبشتغل سواق وعنده أمنية. حاضر، هنتواصل معاك يا أستاذ عادل. أنا أرملة وعندي 3 أولاد ومحتاجة مساعدتكم عشان أكمل مشروعي. طيب حاضر، هنكلم حضرتك. أنا عندي مشكلة وأستاذ عمرو نفسي أتواصل معاك. حاضر، هنكلمك. السلام عليكم دكتور عمرو، عندنا مشكلة، إحنا أسرة مكونة من 5 أفراد وبعتذر للإلحاح. حاضر، هنهمل أي مكالمة، أوعدكم. حاضر، استحلفك بالله تكلمني. حاضر، هنكلمك حالا. واحد عنده مشكلة برضو. حاضر، هنكلمك. حاضر، واحنا امبارح كنا عرضنا او زعنا امبارح مشكلة المواطنة شوق سيد، وكانت هي محتاجة بقالة. عايزين نشوف ايه اللي تم مع شوق من امبارح للنهاردة، فاحنا هنكلمها دلوقتي على طول. الو، السلام عليكم. ازيك يا شوق؟ انا عمرو الليثي. ازاي حضرتك؟ اخبارك حضرتك؟ ايه؟ وانت بألف خير. عامله ايه؟ كويسه؟ فترك وراضيك الحمد لله. انا بكلمك عشان اسالك ايه اللي تم معاك. انت كنت امبارح كلمتينا على الهواء، كنت طالبه مشروع بقاله، ايه اللي تم؟ اتصل عليا امبارح وقالوا لي هاتي الورق وتعالي لنا الصبح الساعه 10، وانا قلت لهم والحمد لله استاذ محمد نزل الورق من المؤسسه معايا بيجيب لي البضاعه. ان شاء الله يكبر خاطركم ويرضيكم يا رب ويديكم يا رب. يعني كله تمام دلوقتي الحمد لله؟ انا بشتري البضاعه بتاعت الدكانه كلها هيت ونزل معايا، والناس محترمه جدا، وكلكم ربنا يديكم ويرضيكم يا رب. طيب انا حبيت ابارك لك يا شو على مشروع البقاله اللي اتعملك من خلال مؤسسه واحد من الناس، ودي اقل حاجه نعملها لك. انا كمان هبقى اعدي عليكي بعد كده عشان اشوف اخبار البقاله ايه ان شاء الله. اتفضل، بس عايزك بقى تمسكي الدفاتر صح عشان ما حدش يضحك عليكي في البيع والشراء، وتخلي بالك من الصلاحيه بتاعت المنتجات الغذائيه اللي انت بتبيعيها. اكبر خاطرهم واقفين معايا وبيجيبوا لي وبينقوا لي كل حاجه. طيب الحمد لله ويراضيهم يا رب. مبروك عليك مشروع البقال. الله يخليك يا استاذ عمرو، ان شاء الله يخليك وما يحرمكش من اي حاجه. الله يخليك، متشكر جدا. في العيد مع السلامة. رسالة من واحد بيقول أنا عندي مشكلة، محكوم عليا بالحبس وسايب البلد عشان القضية، لو سمحتم التواصل معايا. محمود، حاضر يا محمود، هنكلمك، هنخلي الإعداد يكلمك بعد الهوا مباشرة. هشام جمال الفنان المتميز والإنسان الجميل والمطرب الرائع كمان، اللي أنا بقول إن صوته من أجمل الأصوات اللي فيها شجة إنه فيها جمال يعني. ربنا يخليك. يعني أنت النهاردة أطلقت مبادرة جميلة، وإحنا النهاردة سعداء جدا بالمبادرة اللي أنت قلتها.
لكن عايز ايه تاني؟ عايز تعمل ايه تاني؟ احلامك أنا ايه؟ لا انا عايز اشكر الاول بس عشان ايه ما انساش حاجه يعني بس في معلش انا اسف ان انا بحاول استغل البرنامج. عايز اشكر الناس اللي اشتغلت معايا على الكامبين بالذات بتاعت بيت الذكاء عشان زي ما بقول لحضرتك هي صادمه وبالنسبه لي يعني غيرت لي وجهه نظري في الحياه فعلا مش كلام. في بنت جميله جدا اسمها لينا المصري بتشتغل معايا من اول يوم على الكامبين, راحت معايا السكاوتنج بتاع المعاينه بتاعت كل الاماكن وكل القرى وبعدين التصوير كله وبعدين تابعت معايا واحنا شغالين. انا بس عايز اقول لها شكرا هي وليو كربطة مدير التصوير اللي كان معانا وكل الناس اللي اشتغلت معانا على الكامبين بس بالذات لينا عشان هي اتبهتلت معانا بصراحه خالص والظروف اللي كنا بنصور فيها مش ظروف تتحملها بنت بس هي يعني ما شاء الله عليها قويه جدا جدا وتحملت كل المشاكل اللي كنا بنقابلها واحنا بنصور وهي بنت. فعايز اقول لها يعني ميرسي قوي قوي هي وكل الناس اللي اشتغلت معانا. فدي الحاجه اللي انا كنت عايز اقولها دلوقتي وربنا يكرم بس ان شاء الله كده بقيه الكامبين تعمل برضو امباكت قوي وتجيب تبرعات ان شاء الله عشان احنا كلنا الناس اللي اشتغلت تحس انه فعلا التعب والايام اللي احنا رحنا سافرنا فيها وعملنا الحاجات دي ان شاء الله تعمل فايده باذن الله. انا طبعا طلعت كمان بكلامك بمعلومات انا اظن المستمعين يمكن اول مره يسمعوها ان الكامبينز اللي انت عاملها والفنانين الكبار اللي كانوا معاك في الكامبين الحقيقه كلهم عملوها لوجه الله. مظبوط. لان دايما بنسمع عن ارقام خرافيه الناس خدوها ومبالغ مستحقات. الحقيقه برضو يا جماعه للامانه الشديده الناس بتعمل خير لوجه الله. ممكن اقول حاجه مش على بقى بيت الذكاء ولا عن دكتور مجدي يعقوب ولا عن اي حاجه من دول, معلومه من شخص بشتغل في ده فمعلومه موثوق فيها. مفيش ولا بني ادم بيطلع في حمله لمؤسسه خيريه يا جماعه صحيح. بياخد جنيه. مظبوط. ومفيش ولا حمله خيريه بتتعمل بتكلف الارقام الكذب اللي بتتكتب اللي انا ما اعرفش هدفها بيبقى انه يسخنوا الناس وخلاص. ليه الحاجات كلها بتتعمل بتكاليف على قد ما بنقدر بتكون بسيطه جدا. ال 500,000 وال 300,000 وال 200,000 اللي في الاعلان ال 30 ثانيه ده كذب, ده كله كذب. فمحدش من الفنانين بياخد فلوس ولا في بيت الزكاة ولا في مجدي عقوب ولا في واحد من الناس ولا في اي حاجه ثالثه. صحيح. والتكاليف انا عايز اقول لك في واحد من الناس على مدار 10 سنين مفيش فنان طلع معانا عشان يدعو العمل الخير وخد مليم. ولما ونفس الكلام والله العظيم السنه اللي فاتت والسنه دي فيعني تمام. صحيح. تمام. انا اولا عايز اقول لك كل سنه طيب مره ثانيه عشان عيد ميلادك وبهنيك على الاغنيه الجميله اللي انت اهديتها لنا في رمضان الخير وبهنيك اكتر على الكامبينز الجميله اللي انت عاملها لجمعيات خيريه محترمه جدا في مصر وبهنيك على مسلسلك الجميل اللي انت عامله السنه دي وبهنيك على شخصك انك انت انسان جميل زي ما قلت بتتاجر مع ربنا وقدوة جميلة جدا لشباب متميز شباب مصري جميل. فأنا سعيد وفخور أنك كنت معايا النهاردة في برنامجنا رمضان الخير وبتمنى لك كل خير وسعادة. والله أنا المبسوط جدا وبالعكس يعني خلي الواحد كده إن شاء الله ياخد من حضرتك قدوة في حاجة زي الخير وإن حضرتك بتشتغل في حاجة زي دي بقالك 10 سنين ويمكن أكتر. فبالعكس أنا اللي مبسوط إن حضرتك ومبسوط إنه كمان يعني إن شاء الله بقى أستفيد من حضرتك الفترة الجاية لو محتاج أي معلومات أو محتاج أي على حاجة. على فكرة مش أنت هتستفيد, أنا اللي هستفيد منك لأن أنت بتفيدني يعني تديني خبرة أكتر لأنك أنت كل جيل ليه رؤيته ولي نظرته. فالحقيقه احنا بنكمل بعض ان شاء الله باذن الله. فاحنا نكمل بعض باذن الله. وبعتذر لفانز بتوعك الجمال معلش يا جماعه التليفونات كانت الوقت كان ضيق زي ما انتم شايفين فببعت لكم كل تحياتي وتحيات هشام وانا كمان ببعت لهم تحياتي يعني كتير جدا. حلقتنا النهارده انتهت من رمضان الخير كان معانا النجم هشام جمال وربنا يقدرنا بكره ان شاء الله يوم الاحد نلتقي مره تانية ونقدر نلبي كل احتياجاتكم. التسجيل مستمر طول الفتره ديت على رقم 1006 كل واحد عنده اي طلب عايز يقوله يتكلم ويسجل ويقول امنيته ايه وربنا يقدرنا وندخل الفرحه لقلوبكم ويبقكم. ختام حلقتنا عايز اقول لكم حكمه قالوها زمان, جميل ان تعطي من يسالك ما هو بحاجه اليه لكن الاجمل من ذلك ان تعطي من لا يسالك وانت تعرف حاجته. فيا ريت نقدر نحقق ولو جزء منها في الشهر الكريم دوت. كان معاكم عمرو الليسي في رمضان الخير على نجوم اف ام. بشكركم جدا, سلام عليكم.
هنهمل اي مكالمه. اوعدكم حاضر. استحلفك بالله تكلمني حاضر هنكلمك حالا. واحد عنده مشكله برضو حاضر هنكلمك حاضر. واحنا امبارح كنا عرضنا اوزعنا امبارح مشكله المواطنه شوق سيد وكانت هي محتاجه بقاله. عايزين نشوف ايه اللي تم مع شوق من امبارح للنهارده. فاحنا هنكلمها دلوقتي على طول. الو السلام عليكم. ازيك يا شوق؟ انا عمرو الليسي. ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وانت بالف خير. عامله ايه؟ كويسه؟ فترك وراضيك الحمد لله. انا بكلمك عشان اسالك ايه اللي تم معاك. انت كنت امبارح كلمتينا على الهواء كنت طالبه مشروع بقاله. ايه اللي تم؟ اتصل عليا امبارح وقالوا لي هاتي الورق وتعالي لنا الصبح الساعه 10 وانا قلت لهم والحمد لله استاذ محمد نزل الورق من المؤسسه معايا بيجيب لي البضاعه ان شاء الله يكبر خاطركم ويرضيكم يا رب ويديكم يا رب. يعني كله تمام دلوقتي الحمد لله. انا بشتري البضاعه بتاعت الدكانة كلها هيت ونزل معايا والناس محترمه جدا وكلكم ربنا يديكم ويرضيكم يا رب. طيب انا حبيت ابارك لك يا شو على مشروع البقاله اللي اتعملك من خلال مؤسسه واحد من الناس ودي اقل حاجه نعملها لك. انا كمان هبقى اعدي عليكي بعد كده عشان اشوف اخبار البقاله ايه ان شاء الله. اتفضل واتشرفنا يا استاذ عمرو. بس عايزك بقى تمسكي الدفاتر صح عشان ما حدش يضحك عليكي في البيع والشراء وتخلي بالك من الصلاحيه بتاعت المنتجات الغذائيه اللي انت بتبيعيها. اكبر خاطرهم واقفين معايا وبيجيبوا لي وبينقوا لي كل حاجه. طيب الحمد لله يراضيهم يا رب. مبروك عليكي مشروع البقاله. الله يخليك يا استاذ عمرو ان شاء الله يخليك وما يحرمكش من اي حاجه. الله يخليك متشكر جدا. في العيد مع السلامه. رساله من واحد بيقول انا عندي مشكله محكوم عليا بالحبس وسايب البلد عشان القضيه لو سمحتم التواصل معايا. محمود حاضر يا محمود هنكلمك هنخلي الاعداد يكلمك بعد الهوا مباشره. هشام جمال الفنان المتميز والانسان الجميل والمطرب الرائع كمان اللي انا بقول ان صوته من اجمل الاصوات اللي فيها شجه انه فيها جمال يعني. ربنا يخليك. يعني انت النهارده اطلقت مبادره جميله واحنا النهارده سعداء جدا بالمبادره اللي انت قلتها. لكن عايز ايه تاني؟ عايز تعمل ايه تاني؟ احلامك أنا ايه؟ لا انا عايز اشكر الاول بس عشان ايه ما انساش حاجه يعني. بس في معلش انا اسف ان انا بحاول استغل البرنامج. عايز اشكر الناس اللي اشتغلت معايا على الكامبين بالذات بتاعه بيت الذكاء عشان زي ما بقول لحضرتك هي صادمه وبالنسبه لي يعني غيرت لي وجهه نظري في الحياه فعلا مش كلام. في بنت جميلة جدا اسمها لينا المصري بتشتغل معايا من اول يوم على الكامبين راحت معايا السكاوتنج بتاع المعاينة بتاعت كل الاماكن وكل القرى وبعدين التصوير كله وبعدين تابعت معايا واحنا شغالين. انا بس عايز اقول لها شكرا هي وليو كربطة مدير التصوير اللي كان معانا وكل الناس اللي اشتغلت معانا على الكامبين بس بالذات لينا عشان هي اتبهتلت معانا بصراحة خالص والظروف اللي كنا بنصور فيها مش ظروف تتحملها بنت بس هي يعني ما شاء الله عليها قوية جدا جدا وتحملت كل المشاكل اللي كنا بنقابلها واحنا بنصور وهي بنت. فعايز اقول لها يعني مرسي قوي قوي هي وكل الناس اللي اشتغلت معانا. فدي الحاجة اللي انا كنت عايز اقولها دلوقتي وربنا يكرم بس ان شاء الله كده بقية الكامبين تعمل برضو امباكت قوي وتجيب تبرعات ان شاء الله عشان احنا كلنا الناس اللي اشتغلت تحس انه فعلا التعب والايام اللي احنا روحنا سافرنا فيها وعملنا الحاجات دي ان شاء الله تعمل فايدة بإذن الله. انا طبعا طلعت كمان بكلامك بمعلومات انا اظن المستمعين يمكن اول مرة يسمعوها ان الكامبينز اللي انت عاملها والفنانين الكبار اللي كانوا معاك في الكامبين الحقيقة كلهم عملوها لوجه الله. مظبوط. لأن دايما بنسمع عن أرقام خرافية الناس خدوها ومبالغ مستحقات. الحقيقة برضو يا جماعة للأمانة الشديدة الناس بتعمل خير لوجه الله. ممكن أقول حاجة مش على بقى بيت الذكاء ولا عن دكتور مجدي يعقوب ولا عن أي حاجة من دول. معلومة من شخص بشتغل في ده فمعلومة موثوق فيها. مفيش ولا بني آدم بيطلع في حملة لمؤسسة خيرية يا جماعة صحيح. بياخد جنيه. مظبوط. ومفيش ولا حملة خيرية بتتعمل بتكلف الأرقام الكذب اللي بتتكتب اللي أنا معرفش هدفها بيبقى إنه يسخنوا الناس وخلاص. ليه الحاجات كلها بتتعمل بتكاليف على قد ما بنقدر بتكون بسيطة جدا. ال 500,000 وال 300,000 وال 200,000 اللي في الاعلان ال 30 ثانيه ده كذب. ده كله كذب. فمحدش من الفنانين بياخد فلوس ولا في بيت الزكاه ولا في مجدي عبد ولا في واحد من الناس ولا في اي حاجه ثالثه. صحيح. والتكاليف انا عايز اقول لك في واحد من الناس على مدار 10 سنين ما فيش فنان طلع معانا عشان يدعو العمل الخير وخد مليم. ولما ونفس الكلام والله العظيم السنه اللي فاتت والسنه دي فيعني تمام صحيح. تمام. انا اولا عايز اقول لك كل سنه طيب مره ثانيه عشان عيد ميلادك وبهنيك على الاغنيه الجميله اللي انت اهديتها لنا في رمضان الخير وبهنيك اكتر على الكامبينز الجميله اللي انت عاملها لجمعيات خيريه محترمه جدا في مصر
وبهنيك على مسلسلك الجميل اللي انت عامله السنه دي، وبهنيك على شخصك انك انت انسان جميل زي ما قلت بتتاجر مع ربنا وقدوه جميله جدا لشباب متميز، شباب مصري جميل. فانا سعيد وفخور انك كنت معايا النهارده في برنامجنا رمضان الخير، وبتمنى لك كل خير وسعاده. والله انا المبسوط جدا، وبالعكس يعني خلي الواحد كده ان شاء الله ياخد من حضرتك قدوه في حاجه زي الخير، وان حضرتك بتشتغل في حاجه زي دي بقالك 10 سنين ويمكن اكتر. فبالعكس انا اللي مبسوط ان حضرتك، ومبسوط انه كمان يعني ان شاء الله بقى استفيد من حضرتك الفتره الجايه لو محتاج اي معلومات او محتاج اي حاجه. على فكره مش انت هتستفيد، انا اللي هستفيد منك، لان انت بتفيدني يعني تديني خبره اكتر، لانك انت كل جيل ليه رؤيته ولي نظرته. فالحقيقه احنا بنكمل بعض ان شاء الله باذن الله. فاحنا نكمل بعض باذن الله. وبعتذر لفانز بتوعك الجمال، معلش يا جماعه التليفونات كانت الوقت كان ضيق زي ما انتم شايفين، فببعت لكم كل تحياتي وتحياتي هشام. وانا كمان ببعت لهم تحياتي يعني كتير جدا. حلقتنا النهارده انتهت من رمضان الخير، كان معانا النجم هشام جمال، وربنا قدرنا بكره ان شاء الله يوم الاحد نلتقي مره ثانيه ونقدر نلبي كل احتياجاتكم. التسجيل مستمر طول الفتره ديت على رقم 1006، كل واحد عنده اي طلب عايز يقوله يتكلم ويسجل ويقول امنيته ايه، وربنا يقدرنا وندخل الفرحه لقلوبكم وقلوبكم. ختام حلقتنا عايز اقول لكم حكمه قالوها زمان: جميل ان تعطي من يسالك ما هو بحاجه اليه، لكن الاجمل من ذلك ان تعطي من لا يسالك وانت تعرف حاجته. فيا ريت نقدر نحقق ولو جزء منها في الشهر الكريم دوت. كان معاكم عمرو الليسي في رمضان الخير على نجوم اف ام، بشكركم جدا، سلام عليكم. كم واحد من كتر هم ساب حلمه اتنهاب، وكم واحد من اللي عمله على نفسه اتقلب، بس كم واحد رسم لغيره مليون درس وامل، وكم واحد كان الاجابه لسؤال ايه العمل. قالوا اللي يصبر كل يوم اكيد حينول، انا اللي صابر واللي عارف اني مش مسؤول عن اختيار زماني، عن اختيار مكاني، عن اختيار اسمي وصفاتي حتى ان كان كياني. وقلت بين حدود خيالي كلام كتير وياما، هرسم بنفسي احلى نفسي واجمل ابتسامه، لكن خيالي مش مطاوع يمسك القلم يكتب ويرسم ينطق يقول اللي اتحلم. دي الظروف والمكان اثر على الخيال، خلى خيالي خالي فاضي من اي احتمال. دخان وشفت تي معاني كتير لاحلى راحه، ابواب كتير بتتفتح لكني بصراحة خفت الغيامة تبعد واخسر الدنيا الجميلة، وارجع لحالي اللي كارهه شخصيتي البديلة. ففضلت ماسك في السيجارة حابب اللي فيها، وعرفت كل حاجة حلوة بتبتدي بعديها. اخترت دنيا كل حاجة كذب مش حقيقة، اخترت ناس كتيرة ورغم زفها كانت صديقة، وفضلت بحلم السعادة جوه حقيقة مرة، وفي قلب كل لحظة حلوة صرخت كل مرة. انا اللي عارف اني بكذب لكن مصدق، انا اللي شايف جوه عينك صورة ليا بغرق، لكني مش هسيب حياتي بايدي تتهدم، خليني واعي جملة تتسمع وتنسجم. مع كل فكرة كانت في بالي هكون طاردها، مع كل لحظة من حياتي ندمان فايتها. لازم ما تستغناش عن حلمك عن مكانك، حاول ما تستناش ايامك محتاجالك. انا اللي كنت الدرس اللي صبح نور الامل، انا اللي كنت الحل لما تسأل ايه العمل. حقيقتك هي
ست بيت اللي شاغل تفكيرها دلوقتي هنفطر ايه النهارده، هنزل اجيب الطلبات امتى، هنعمل حلو ايه، هيعجب الاولاد ولا لا. ما تشيليش هم ان شاء الله، احنا في رمضان مجهزين اكلات كتير جدا، منها التقليديه والمصريه الاصيله، ومنها كمان الحديث شويه واللي مجددينه. هنبدا نعمل وصفاتنا في الوقت المناسب في برنامج هنفطر ايه على نجوم اف ام نجلاء الشرشابي. هنفطر ايه مع نجلاء الشرشابي كل يوم في رمضان الساعة 3 قبل الفطار برعاية طحين البوادي على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. واحد الخالق، اتنين اتقابلوا في المفارق، تلاتة ولافة وقطايف في المهنبية، أربعة أربعة في مهمة إذاعية. أشيك عصابة في مصر. أوبا. بيقول لك عصابة، أنت محير نفسك ليه يا باشا؟ هنروح القسم، هنروح القسم، بلاش نقوم بالله، يرحمكم الله يا بيه. أربعة في مهمة إذاعية مع النجم أشرف عبد الباقي وأبطال مسرح مصر كل يوم في رمضان من الساعة 3:30 قبل الفطار، والإعادة الساعة 7:15 صباحا على نجوم اف ام. أربعة في مهمة إذاعية على نجوم اف ام، أشرف عبد الباقي. نجوم اف ام، رمضان النجوم. شوف برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي، 11900 رأسي. تابعونا على youtube.com/نجوم اف ام. أخبار الساعة كل ساعة مع نجوم اف ام. الواحدة ظهرا على نجوم اف ام، أهلا بكم إلى قراءة موجزة لأهم الأخبار. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع رئيس أوروغواي التعاون المشترك. رئيس أوروغواي يلتقي دكتور أحمد الطيب ويشيد بدور الأزهر الشريف في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع قائد قوات حلف الناتو مكافحة الإرهاب وقضاء المنطقة. وزير المالية يؤكد أن مصر ستحصل على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد على دفعتين خلال 2017-2018. حركة الملاحة في قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة. فتح باب التقدم